الحمد لله الحمد لله الذي يوالي على عباده النعمة ويرادف عليهم الآلاء. أحمد ربي وهو أهل للحمد والثناء، وأشكره في حال سراء والضراء. أولا ورني أغنى مارم أياني الله مارم أغنى كيف دبر خير النايا أغنى نكون نابر يوان كن ناتيغا أغنى سحا كننا أغنى ما كريبا يقول أن يقن كريم مارم غشم الله وري. وأشهد أن لا إله إلا الله تعالى عن الأنداد والشركاء، وتنزه عن مشابهة الأمثال والنظراء. وأشهد أن محمدا رسول الله إمام الحنفاء صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الأوفياء وعلى أصحابه الأتقياء والتابعين ومن تبعهم بالإحسان والصدق والوفاء، وسلم تسليما كثيرا ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم من الله والرحمة والإكرام. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله الملك العلام، فإن تقواه عروة ليس لها انفصام، وجذوة تنير القلوب والأفهام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ثم أما بعد، فيقول الحق تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يوم هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. عجي سورة كراشير، تزود للذي لا بد منه، تزود للذي لا بد منه، تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد،
وتب مما جنيت وأنت حي وتب مما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الرخاء أطيب أن تكون رفيق قوم أطيب أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زامر مرنو ديما أرناه النوي